عسلامة مدام. عسلامة بنتي. لاباس؟ الحمد لله عايشك. قد من نروح؟ أنا عروسي الهمامي. منين؟ مرسى. قلت لي عندك مشكلة أنت. مشكلتي أنا الوقت الحاضر مرأة كبيرة شوية وكل ما نخدمش، أما ثم حاجة ما نستعرف. أنا كنت نخدم عند واحدة فرنساوية ورجلها عربي معروف ما غير ما نسميه. عندي عملت اكسيدون، انا لتو مازلت ما خديتش لديه لحتى شيء. عملت اكسيدون لما سمعت الدوسي ضاع، انا مازلت مبربش. كيفاش عملت الاكسيدون؟ ضربتني كرهبانة في طريق قمرت، هو عمل راباج، هربت انا للتراب، ضربني غاديك ومن بعد مشى قال لي رميت روحها. ما نعرفش عاد لم الموضوع ولا مازلت نتبع انا به. كيفاش صار سامحني الاكسيدون هذا؟ ثلاث سنين التالي 2020 في شهر مارس، 16 مارس 2020. به؟ عشت منه لاباس؟ الحمد لله. تمسوا لي ثلاثة ضلوع ولقيت عندي مرض، اكتشفوا عندي الكبدة فيها كيست وعندي لحمة عشيك. باهي صافا هكا نعالج وبرا بالكتب. باهي الحاصيلو عندي داري راجلي كبير شوية مريض. مريض راجلي بالعكاكس. المرأة الفرنساوي قلت لك قاعدة تعاون فيا تو كل شهر تعطيني الكتب صفا تصب. كنت تخدم عندها؟ نخدم عندها ما بطلتش عليا ما نكذبش. يعني انت ما بقيتش تخدم معاها؟ عادش نخدم خاطر كبرت ومرضت وكل شيء. لكن بقات تعاون فيا؟ لا هي تعاون فيا لحد الآن، تعاون فيا بالكتب. باهي حتى من هنا لجوا عملت لي سينا سياسة متاع عامين هذيك، هي حكاية 120 حاجة كيما هكا. به عندي انا كارني الابيض، قالوا لي باش نحولك خاطر عندك سيناسيس. يا ولادي انا السيناسيس مازلت ما خذيتهاش، وحكيت 120 ورايح ظروفي تعبه، مازلت نتبع باقي نتبع. ماك تعرف بلادنا هذاك وديما الواحد يتبع وتعبه بالقدام. اما الحمد لله الدار توا كيفاش تعيش فيها الدار؟ راني قلت لك بيت قسمناه قاعدين نعيشوا فيها، ناقصه كل شيء، ناقصين ما عندناش كوجينه، الباب التواليت مكسر، البيبان كاكو برا ما عندكش. عندي بيت منهم بيت قريب شتيح، مشيت لتحسين المسكن انا في المرسى، اعطوني زوز ملايين ونص، جينا نشوف وعملنا الحساب ما يوصلوش. انا مخليتهم كي كملوا مخبيتهم كي كملوا لي من بعد انا نتحمل مسؤوليتي، يجوا يشوفوا ويطلوا. اما ما قالوا لك باش يكملوا لك؟ يحبوا يجوا يشوفوا، اما انا ما نجمش نحل كيكه ننقب كيكه ونجخرب ومن بعد نحل فمي للريح. وقت اللي تو كي يجوني هاهم الفليسات نوريهم لهم وكملوا لي، تو نكمل هذا ونعملوا لهم حسابهم خاطر باش يعني نبقى نحكي. يعني فيما يخص تحسين المسكن باش يكملوا لك فلوس؟ هما قالوا هكا ما نعرفش، قالوا لك باش نكملوا لك. اي على اما يلزمني. باش خديتوا انت تحسين المسكن هذا؟ في جويليا. جويليا هذا اللي فات؟ جويليا 22. اي مازلت نستنى. يعني زوز ملايين ما ينجموا يعملوا لك ولا ما يعملوا لك حد شيء؟ لا ما يعملوش خاطر ثم سقف باش نطيحوا، ثم كوجينه كامله والبيبان باش نعاودهم. والشباب كيف كلهم في راي تعرفي سلعة سواقي في حالة كالكشبور برد هذا وكل شيء، كيفاش تعيشوا؟ ليه نسكروا البيبان وكهوا في البرد هذا ونسكروا الشبابك هذا كهوا عندي لغتة وطرف جاري والسلام عليكم. ونخاف حتى من الكانون، أول حاجة الفحم غالي، اثنين تعرف العيشة غالية بالقدا الدولة ذي تعبتنا مليح 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 مليح. يعني واحد من كان شهريته تشدوا شهر، لا تو تشدوا ثلاثة أربع أيام، وكل شيء غلوا فيه، كل شيء شعلوه، كل شيء نار، واحد لخالت على خضرة لخالت حتى على شيء. وزيد نخاف أنا خاطر هي مندي نخاف من الزنزانة، هكا نولي شنو نتصرف أوترمون، تعرف جاري تعرف وقتها وندز فيها بالسيف. ندز فيها بالسيف كالشعب التونسي الكل تعبونا. شو شنو يخدم مدام؟ يعني ما يخدمش بالعكاكس راجل، كان عامل يوم. باش تصرفوا كيفاش؟ هو قلت لك انت تو جينا الماندا والمراه تعاون فيا والدنيا غالية. تصرفوا من هذا نصرفوا منهم منهم ماء منهم ضو منهم مال. الفلوس اللي تبعث لك فيهم المراه؟ اللي تعطيني فيهم المراه ولا الشهريه هذيك اللي ناخذها. يا اخي بربي 200 تو يعطونا 200 وتجي ورقه الضو 300 مانيك. انت قلت زاده باش ينحوها لك باش ينحوها لي هما تو الكارني قالوا لك باش نحوه الماندا. شوف
مشيت يا ولادي لا المعده يمكن نخلوها لكم، وكي نحولي الكرني يعني حتى دواتي توا الراجل انا مريض ملوح ما نجمش نداوي، ناخذ في الدواء كيكا نمشي للفارماسي يعطيني دواء الفلاني دواء الفلتاني هكاك ونهندز وحدي وكهو غير مع هكا شاد صغار مدام. انا عندي زوز اولاد هما اولاد دربيبي اولاد ولدو ايتاما، اما توا خرج مع شي يعيشوا معانا ما عادش كبروا شدوا طريقهم هكاهو ساعات هكا طلا وكاهو. شنو تطلب انت مدام تحديدا؟ يعني شنو اللي نطلب؟ يحسنوا لي داري شويه وكاهو. اذا فما شكون يحب يعاونك؟ اذا كان ثم شكون يحب يعاون يجي يشوف لي داري، انا في نهج سلام بعد 38 المرسى، يجي يشوفها ويتكلف بها اللي كان واحد معناتها فاعل خير يتكفل بها هو، مش لازم حتى يمد لي فلوس في يدي. انا راني معناتها بيان كوريكت، مش هكلي لاني غرضيه ولاني القناعه قنوعه وربي يعرف، ويمكن ما نعرفش يظهر على ملمح وجهي ولا لا، واللي باش يجي يتكفل كان يحب وحده، وما نقولو حتى شيء يعمل وحده، ما نقولوش معناتها تعطيني فلوس ولا نغبط، لا 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 لا، انا هذيك اللي ما عنديش، انا كنت نعفس فيها الفلوس على هذاك مش حاسبت، كان اللي فييت وانا لميت وراني اغنى الناس، انا ما لوش عندي كل يوم كي غدوه كيف كيف. قداش نمروك مدام؟ 52 503 081. عاودوا مرة أخرى؟ 52 503 081.